كرات جوية عالية وطويلة من على مشار في المنطقة، عادت للطرف الأيسر كرة حصني، أول كرة حصني من هناك، ممكن هذه الكرة عرضية إلى راضي، رأسية هي الحلول هنا عند حصني، تلقاها والقاضي سجلها، راضي يا قاضي، الله، الحلول هنا عند حصني، تلقاها وقاضي الراضي يقضيها، الله الله الله، هدف أول للصقور يسجل من هناك بالدقيقة 60، أمجد راضي هو القاضي كما يحلو لجماهير الصقور أن تسميه بالقاضي، يقضي بكرته من هناك بمرمى نادي الديوانية، الله على الهدف الأول. لاحظ هذه كرة حسني الرأسية اللي راحت 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 وحطها حط، اي والله حطها حط، ما جابها على رحيم، ما جابها على رحيم، راحت ولامست شباك نادي الديوانية، وهدف أول لمصلحة نادي القوة الجوية. نعم بأقدامه